أعلنت السلطات الليبية بوجود أكثر من 11 ألف مفقود حتى الآن جراء الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال. وأفاد الهلال الأحمر الليبي بنزوح أكثر من 20 ألف شخص من مدينة درنا المنكوبة و2300 قتيل على الأقل. وقدمت دول عدة مساعدات عاجلة وأرسلت فرق إنقاذ لمساعدة الدولة التي تعاني من الحروب وتعصف بها ما وصفها مسؤول من الأمم المتحدة نكبة بأبعاد أسطورية.